السلام عليكم بويز اند جيرلز، انا جابر فرحان. اليوم رح نعلمكم كيف تبنوا مقبره. وطبعا انا بنبلش هالفيديو شكرا وشكرا وشكرا لل 1570 مشترك، لانه طبعا انا يعني توقعت لما افتح القناه يعني 50 100 هيك شيء. فهلا خلينا نبلش ونعلمكم كيف تبنوا مقبره جديده للهالوين. اوكي، مثل ما شفتوا بفيديو خدع عن البناء، هذا بناء عن جد. شو اسمه؟ رح تحتاجوا اورانج تريكوتا، اورانج جرين اون كونكريت، كريت هيدا 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 وما بعرف شو شابو هيدا. اول شي رح تحتاجوهم، اول شي بدنا نحدد بكون 1 2 هيك يعني يصير شكل افضل. والحلو انه مثلا نصمم البتن من زر، بدنا زر ستون بنحطه على هيدي عشان يبين كانه شيء افضل، ويعني نجيبه يعني انواع مختلفة علشان يبين انه المقبرة شوي قديمة. يعني بتثبت هاها على بيدروك، يعني طيب ما بيعرف ماينكرافت بي اي بيدروك وش اسمه ماينكرافت بيدروك، كلنا بنحب بيدروك. شو اسمه ماينكرافت بيدروك، يعني بيدروك اديشن على الموبايل وعلى اللابتوب يمكن. شو اسمه كثير يعني هيك، يعني اذا بتعملها على جافا يعني على اللابتوب جافا. شو اسمه بس لازم تجيب سترينج، يعني كثير يعني حطه بطريقة اللي بدك اياها علشان شو اسمه يبين شوي بناء يعني قديم. هيك ويعني فيكم تخلوا فجوات بيناتهم علشان يبين البناء بعد شوي قديم اقدم يعني. وهياها يلا هلا لحظة واحدة نسينا نعمل هدول، يعني شوفوا كمان تعملوا حفرة عشان تبين كأنه في حفر بلبة. وهلا جيبوا هيدولة هيدولة، طبعا مهمين هيدولة اسبدا يعني اسبدا تبنيها هيدا او لا. رح نبني بامكن، مش عارف شو بدي اقول بامكن. ها البامكن تبنيها يعني بسهولة، يمكن انا بفرجيكم فيديو كيف نبني بامكن بفيديو لبناء. يعني هلا تسألوني لما بدك تعلمنا نبني على بامكن، نحن بنعرف نبني بامكن لا يعني هيدا updated version او يعني شيء updated للفيديو لبنان كرافت القديم اللي متذكر من بداية قناته. انا كنت عامل فيديو بلبنان كرافت كيف تبني مقبرة مقبرة، فهيدا update له. فهيك عارفة كيف مظبوط، يعني فيكم تبنوها دائرية تبنوها مش عارف كيف، بس اسبكوا اسهل شيء تبنوها دائرية من فوق لتحت. طبعا شو اسمه اذا بدكم ياني كان على ايام مختلفة فيعلمكم كيف تبنوا اشياء مختلفة، يعني مثلا كيف تبني بيت صغير كيف تعمل اشياء. يعني بدي اياكم انتو تنقوا مش انا نقي، انا نقي انتو يعني بدكم اياه، يعني بدكم بناء شجرة كريسمس، بدكم بناء فانوس، بدكم بناء بعد كم شغلة بدكم اياه انتو قرروا، انا مش رح اقرر شيء. يعني هلا هيدا اللي عم نبنيه هو تم البامكن. لحظة نجيب سلابات، خلينا نشوف سلابات وجيبوا سلابات هيك علشان شي واحد، علشان تحطوا سنان للبامكن عشان تبين مور كريبي. هيا والله شكلها حلو، انا بعيد
بعدها بتكفوا بناء كحيط. سوري من امبارح انا عم بفهم ساعة ماني عارف لا. لا وبتحطوا لها هيك يا عساس منخار. ما عليكم في شيء عم شو اسمه مش عارف تعرف بعد التصوير بشو شو هو. طبعا ما دخلكم انتو لانه هيدا شيء شخصي في حياتي الشخصية. طبعا هيدول العيون شوف هيك. وطبعا اني ها عملني هذا اول مرة معاك ولا هالبابكن هيك بتحولها هيك عيون. واو وش اسمه هيك. يلا بنيها لها وبرجع لكم. اوكي وبعدها بتحطوها هيك يعني متزر يعني قطعت شوي. وهي هي بامكن. وطبعا اذا بدكم فيكم تحطوها هيك هي. واو طبعا هالفيديو انا كنت شو مخطط له فيعني مش عارف شو عم بعمل. ما نحطها هيك نحطها هيك هي. وبعدها بتجيبوا هيدا وكمان بتجيبوا ليفز لانه رح نزينها شوي من فوق لانه لها القرعة. حطوا تو واحد اثنين ثلاثة هيك. وبعدين حطوا ليفز يعني كأنها ورقة اللي هي اصلا ورقة هي. خلصناها البامكن هلا. لا بعد من هون هلا وقت ناخذ بقية الاشياء. هيدول ما عاد رح نحتاجهم فنحطهم بالصندوق ولعوا بعد الفيديو. يو انا مش عارف شو بدي اعمل هلا. سوري. وكمان شو اسمه ما عليكم بالاصوات الخارجية لانه فتح باب عندنا شوية. وهلا بنجيب هيدول حان وقتهم وراح ناخذ الشغل معي. وشو اسمه بتحطه هيك قدام المقبرة هيك هيك هيك. وشو اسمه بتكسره عشان نعمل ارض ارض موس ستون كأنه محروقة وقديمة. يمكن انتو فيكو شايفين كلنا شايفين انا المقابر كتبتكم. طبعا هيك هيك يعني عبوها بطريقة متخربطة. يلا بعبيها وبرجع لكم. اوكي طبعا فيكم تعملوها هيك وفيكم تعملوها بطرق مختلفة. هلا بتحطوا هيك هيك هنا وهناك ونرحلوا معا. جبت حالي اسمه. وهيدا قبر فيكم تعمل كان واحد تاني يعني شو اسمه شو يعجبكم لانه طبعا اللي بده يعني لانه موسم الحلوين هون وموسم الرعب وكلنا بنحب الرعب. وشو اسمه بعدين يعني يعني فيكم تحطوا هيك. وهلا اللي يعني اللي بده تصميم اصغر يعني يحطوا قدام بيته ورا بيته قدام بيته في عمل هيدي. وفيكم تستعملوها هون هيك يعني حطوا بامكن كمطفي او بامكن يعني بامكن ولعان. وحطوا عليه هون الشمع سي بيكل كل وش اسمه يعني هيا هيا. هاي هي المقبرة. شو اسمه ان شاء الله عجبكم الفيديو. ان شاء الله حطونا لايك وتشتركوا في القناة. بس مع السلامة. باي باي.